ان شاء الله منيح. بدنا نلعب ماينكرافت، هيدي السلسلة الأولى ماينكرافت. ديك كانت السلسلة الأولى بإخراج تيك توك في ماينكرافت، هي عم تعلق اللعبة. يلا خلونا نبدأ. أبعرف ليش عم نقول هيك، لأنه صار لي زمان ما عملت فيديوهات على القناة، فهلا خلونا نبدأ. هلا عملنا فيديوهين، إذا بدكم تحضروا هون فوتوا على القناة تبعتي وبيمو. وهلا خلونا نعمل كرافتنج تيبل و وستيك يعني عصا وادوات. هلا يعني بالتأكيد من خشب، بس نسينا البيكاكس. يلا اذا بدكم تعرفوا كيف تكون تنزلوها اللعبة، في فيديو الخداع، في فيديو عن بيميمش هابي مود يعلمكم كيف. هديك وقتها قلت انه ما في لو لعبة واحدة بلا مصاري، فعشان تعرف انه عن جد في كونتنت ماينكرافت بلا مصاري. بعد خلونا نطبخهم تنوخت اللحم تبعهم، وهلا خلونا نبدا مع كهف او خريف. وهلا خلونا ننزل لتحت بس تنوصل على الحجر. يلا هلا بنكسر هون وهيك هيك من وسا. السحابة ممكن خلصنا. وهلا نشوف كم حجة جمعنا، كم حجة جمعنا قصدي. وهلا نجيب الكرافتينج نحطها هون، ونجيب استكات نيجي نحط الهدول هون. يلا فدان الأدوات. لا ما يطلع. يلا الشوفل، نحسب الشوفل. خلاص نستعمل تبع الخشب، أنا هيك راح نستعمل الشوفل. فهلا خلينا ندخل هاد، إيه كأنه في كهف. يلا نبدأ مع كهف. هلا تنجمع من حديد، ايه في كهف، لا منه كهف بس في فحم. خلونا نجمعون عشان اذا لقينا اسا اكل اكتر نشويهم ونصير نشبع اسا. فهيك هيك 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 هيك. هلا خلونا نجمعهم كلهم كمان شيل الشموع شو تنزل الكهف عن كبير. كل ما انا شموع تنشوف في هون كهف، بس الخروف اهم عشان نعمل له تخت احسن ما يهجم علينا الوحوش. وخلونا نقتل
الحيوانات في الصخر وفي أحو سيمان أكل منيح. ها خلينا نشوف حشي حبة لحم خروف بس من شو من 6 خواريف جمعنا 10 يعني في 2 أعطونا 2 يعني في خروفين أعطونا حبتين. وخلونا نشوف إذا كهف بس كهف في ضوء هلا بط هون ما في ضوء فضل معنا الفحم منيح. خلونا ننط ونشوف اذا في ايرون يعني قصدي انه حديد. شو جاب هون الكراس هون الحشيش. خلونا ندور في عنكبوت بس منيح انا العب فيها من زمان هلا خلونا نطلع بالحجر نغسل وشك يا امل بالصابون والحجر. وينك يا امل هنغسل وشي بس ما في اسه هيك طازق تاني لا ما في لو حبة وحدة من الحديد يعني لو حبة وحدة ايضا. فخلونا نرجع نطلع انا بعرف انه الجبال يكون فيهم اكتر شي كوف فخلونا نبدل. ايه لقينا قرية منيح لقينا قرية نحن لقينا قرية هي فيليجرز سوينون اهو هون واحد يعني موجود. شكرا على الاكل بامتها البيوت طبعا الفيليجرز عندهم قرية. شو كنا عملنا اذا ما كان في قرية شفت وقعت فيه سنادي نخلي الباب مفتوح عشان نعرف انه هيدا فتنا عليه. شوف هون في صندوق بنحطه هون يلا لا هيدا ما فيه فانسى كي بيب طبعا. وهلا خلونا نبدل على سنادي اسا هيدا ما شفنا بلن هيدا كمان خبز هيدوليك فوق بس ما شفنا اللي هون. خلونا ناكل نرجعنا كتير ما شفنا من صندوق هلا خلونا نبدل قصة وبس. وهلا هذا البيت شفنا بس ليش هيك الباب تبعه مسكر والله ما بعرف. خلونا نشوف ما في صندوق طيب هون ما في كمان هون الفحم هون الأكل مش معي يشتغل شكله هيدا ما بكشف الأكل. خلونا ننام
عشان الوحوش ما يجوا على الكهرباء جيم. وهلا خلونا نطلع نتأكد عن الكرسي. نتأكد كتير جنبي ايه كيف هون فيه مفروض ما تنشال. والله هي تتعلق اللعبة. علقت اللعبة كلاش فكرت اللعبة. هذا البيت ما شفناه بس يكون في صندوق. اخذ صندوق خريطة خريطة نشوف ايش هي. واو هيك نجيب اللحم لهون وخذ كهف حلو. ها هذا منه كهف ومنه كهف من عنده الايرون جول نقتله. والله لازم نقتله. لا تنسى معنا حديد ممكن يجو بس يعملوا هيك. هلا خلينا نجيب الحديد. 3 حبات حبتنا 5 مش 3 بس ما بحسي خلاص نقبل. وباي خلص الفيديو هلا او قبل. خلونا نفوت على البيت وباي خلص الفيديو. وان شاء الله وهلا اذا الله زاد احنا عم نكون فيديو جديد. وباي.